الحلقة الثانية من دورة تفسير سورة الكهف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة الكهف 4 أجزاء، 30 30 40 10. بدأنا في 30 الأولانيين، لماذا يجب أن نضحي بوقتنا وجهدنا لإصلاح ديننا؟ قلنا الخمس أسباب. أول حاجة، لأن القرآن أعظم نعمة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، لأنه كامل في نفسه ولم يجعل له عوجا، مكمل لغيره قيما. نبدأ النهاردة في السبب الرابع، وهو أن القرآن نافع لكل البشر، نافع للمؤمن ونافع للكافر ونافع للسيد البشر النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف ينفع الإنسان القرآن المؤمن؟ المؤمن له حالتين، إما أن يكون في معصية أو في طاعة. فإذا كان في بدايات معصية فالقرآن ينذره ويخوفه لينذر بأسا شديدا من لدنه، وإما أن يكون في طاعة فالقرآن يبشره ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا اللي هو الجنة ماكثين فيه أبدا، يعني خالدين في الجنة، ماكثين يعني جالسين في الجنة أبدا لا خروج منها أبدا. طيب، يبقى القرآن بيفيد المؤمن، بيجعله بين الرجاء والخوف. دايما القرآن المؤمن اللي مواظب على ورده في القرآن، دايما ساعة المعصية تجده أكتر واحد بيخاف، وساعة الطاعة أكتر واحد عنده حرص عليها. طيب، كيف نفع القرآن الكافر؟ أنظره لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. من اللي قال اتخذ الله ولدا؟ النصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والعرب قالت الملائكة بنات الله. يعني ايه؟ يعني كل من كفر قال اتخذ الله ولدا. طب القرآن ماذا فعل معهم؟ قال لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت يعني ما أكبرها، تعجب، كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كل الكلام اللي بيقولوه ده كله كذب. فلعلك باخع نفسك على آثارهم. ده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان باخع نفسه. يعني ايه باخع نفسه؟ يعني قاتلها حزنا، كان على وشك ان يموت من شدة الحزن على قومه المصرين على الكفر ودخول النار. طيب، كيف نفعه القرآن؟ القرآن خفف عنه. ازاي خفف عنه؟ القرآن قال له فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. يبقى هو باخع نفسه ازاي؟ اسفا، اسفا ده يعني حزنا. طيب، كيف رفع القرآن عنه هذا الحزن؟ قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. يا محمد لا تحزن، فكل ما على الأرض زينة لنبتلي الناس ونختبرهم، وما من اختبار وبلاء إلا وفيه قوم يدخلون الجنة وقوم يدخلون النار، فلا تحزن فهذا قدر الله. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. طب من الذي سوف ينجح في الاختبار؟ أيهم أحسن عملا، مش أكثر عملا، أحسن عملا اللي يصلي ركعتين بخشوع أفضل من اللي بيصلي 1000 ركعة بدون خشوع، واللي يحفظ آية وهو فاهمها أحفظ أحسن من اللي يحفظ 6000 آية وهو مش فاهمها. هو ده اللي هينجح. وإنا لجاعلون ما عليها، وإحنا هنجعل ما على الأرض صعيدا، صعيدا يعني تراب، كل اللي على الأرض ده هيبقى تراب، صعيدا جرزا خالية من أي شيء، عشان الاختبار خلص وحان وقت الحساب. من يوم النبي سمع الآية دي وبطل يحزن وعرف أنه قدر الله تعالى. فالقرآن أفاد المؤمن، جعله بين الخوف والرجاء، وأفاد الكافر بجعله أنظره وخوفه، ونفع النبي فأزال حزنه الشديد الذي كاد يقتله. طيب، السبب الخامس، سألنا 5 أسباب يخلونا نضحي من أجل الدين.
القرآن أعظم نعمة، القرآن كامل في نفسي، القرآن مكمل لغيري، نافع لكل البشر، مؤمن وكافر وسيد البشر النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة، من ضحى بماله وجهده لإصلاح ديني أيده الله وحفظه بالمعجزات، لأن أصبح ولي من أولياء الله الصالحين الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللي يضحي من أجل الدين لازم ربنا يحفظه. والقرآن جاب لنا مثال، مين المثال دول؟ قصة أصحاب الكهف، وحكينا قصتهم على مرتين، مرة حكاها لنا ملخصة ومرة حكاها لنا مفصلة. طب نستفيد ايه؟ نستفيد ان افضل حاجة الانسان يتعلم بيها ان ياخد الموضوع الاول حاجة بصورة مبدئية بسيطة وبعدين يتعمق. فلازم تبدأ بفرض بقول واحد الاول في اي علم وبعد كده تتوسع في الاقوال. لازم تبدأ بصغار العلم قبل كباره، وفي ادلة على كده، منها النبي اما جال واحد مش عارف يصلي علموا الأركان الـ14 فقط ولم يعلموا غيرها. طب فين الواجبات الـ14؟ ما علمهاش. ليه؟ نبدأ بصغار العلم قبل كبير. طب هو عرف الأركان بعد كده علمه الواجبات. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تعلمون الكتاب ربانيين تتربون بصغار العلم قبل كباره. طيب نبدأ أول جزء، الجزء الملخص. الجزء الملخص ده عبارة عن 3 أسئلة، مين هم؟ إيه مشكلتهم؟ كيف حلت المشكلة؟ من هم؟ قال الله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يبقى لهم اسمين، أصحاب الكهف وأصحاب الرقيم. مين هم أصحاب الكهف؟ ليه سموا أصحاب الكهف؟ عشان هم قعدوا في الكهف 309 سنة هجري و300 سنة ميلادي. طب لماذا سموا أصحاب الرقيم؟ الناس دي بعد ما خلصت الكهف وصحوا من الكهف واستيقظوا وأهل المدينة خدوهم وأكرموهم، فضل الناس دي يدعون إلى الله سنين طويلة لحد ما عجزوا وماتوا. فالطلبة بتوعهم اللي اتعلموا على أيديهم التوحيد عملوا إيه؟ قالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم به، وجابوا لوح فضة أو رصاص ورقموا عليه قصتهم. فأصحاب الرقيم يعني أصحاب اللوح اللي منحوت عليه قصة بتاعتهم، ده اسمه. يبقى اسمهم ايه؟ أصحاب الكهف وأصحاب الرقيم. طب ايه مشكلتهم؟ انهم خافوا فدخلوا الكهف. إذ أوى الفتية إلى الكهف، خافوا ودخلوا الكهف. طب حل المشكلة دي ايه؟ 3 حاجات، ربنا أمرهم انهم يدعوا ووفقهم للدعاء. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. طب هما طلبوا حاجتين، الرحمة والرشد. ما الفرق بين الرحمة والرشد؟ الرحمة هي أن يصلح الله لك حالك دنيتك وآخرتك وانت عايش موجود دلوقتي. الرشد بقى إن ربنا يختم لك خاتمة خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل خاتمة أمري رشدا. فلو هم طلبوا الهدايه دلوقت والهدايه عند الموت، واحنا كمان في كل صلاه مامورين ندعو بان احنا نتقي فتنه الموت. طب اول ما دعوا ربنا انقذهم بالمعجزات فضربنا على اذانهم سنين عددا، وبعد كده نشر المعجزه. نشرها ازاي؟ المعجزه دي حصلت في قريه، القريه دي محدش يعرف حاجه عنها. طب كيف انتشرت؟ قدر الله الخلاف بين علماء الدين وعلماء التاريخ في عدد سنينهم وعددهم، وحصلت مشاكل جامدة جدا خاصة في العدد السنين اللي هم قعدوها في الكهف. فربنا لما قدر هذا الخلاف بدأ الناس كلها تجد علماء بيتعاركوا مع علماء، فقال لهم في ايه؟ فيحكي لهم القصة، فانتشرت القصة. ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. اي الحزبين من اللي بيتعاركوا أحصى يعني أشد إحصاء لفترة تواجده. كده احنا خلصنا القصة الإيه؟ ملخصة. إن شاء الله الحلقة الثالثة هنبدأ في القصة المفصلة. قول قولي هذا، واستغفر الله.